بونجور واضح ريتا بولوس مؤسسة بيت طريقنا السما أنا كمان جعت. هي مبادرة فردية بلشت من سنة ونص من وراء تجربة عشتها أنا بحياتي لفترة 13 سنة مع الألم ومع الجوع الحمد لله، وحولتها لشيء كتير حلو أنه نساعد الفقراء ونفتح بيت نقدر نطعمي أكبر عدد من الناس. نحن بنطبخ يوميا أكثر من طبختين، بنستقبل الناس، بيجي لعنا ناس مثلنا، ناس بحاجة، ناس أوقات مشردة على الطريق، ناس مسنين ما عندهم حدا، حتى عائلات بحاجة ما قادرين يطبخوا بيجوا بياخدوا من عنا وجبات أكل ومنهم بيتغدوا عنا هون. ست أم جوزيف وهي اللي بتطبخ هون، وفي ستات بيجوا بيتطوعوا بيساعدوها، كل يومين ثلاثة بيجي لعنا حدا. المساعدات هي من الناس، أنا بوجه لهم شكر كثير كبير وبحبكم كثير، من الناس اللي هن مثلنا، كل شخص بيساعد على قد قدرته، منهم بيجيب حبوب، منهم بيجيب مواد غذائية، منهم معلبات، منهم خبز، منهم خضرة، الحمد لله. هذه الحياة بلحظة بتخلص، وربنا ما حيس يعني كل مقابلة بعيدة للجملة، ربنا ما حيسألنا قديش جمعتوا مصاري، قديش عمرتوا قصور، قديش دبيتوا بالبنك، حيقلنا يا ريتا ويا اكس كم شخص طعميتوا. فبتمنى من كل شخص قادر يساعد ما يقصر، لو بربطة خبز، لو بكيس رز. بطلب من كل شخص كمان قادر يعطي من وقته او قادر يقدم ساعد عطاء، ان كان حكيم للاطفال او حكيم للسكر اتسترا، يقدم قد ما في من وقته، يعطي من وقته. العطاء مش هو المصاري، مش هو الاكل، العطاء انه نحن نقدم من ذاتنا، نعطي من وقتنا.